أخبار اليوم. ومن أمام مديرية أمن القاهرة بالجيزة كان لنا لقاء من داخل غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية، تابعوا معنا هذه اللقاءات. مديرية أمن الجيزة، لقاءنا مع سيادة اللواء أحمد طايل نائب مدير أمن الجيزة. أهلا فندم، زي حضرتك فندم. النهاردة وإحنا من داخل غرفة العمليات لمتابعة العمليات سر العملية الانتخابية، حضرتك تكلمنا أهداف أولا هذه الغرفة وكيف يتم التعامل مع سر العملية الانتخابية من داخل الغرفة. زي ما حضرتك استعرضت، الغرفة بتضم ممثلين عن كافة الأفرع المشاركة في عملية تأمين العملية الانتخابية، المتصلين بكافة اللجان الانتخابية، بكافة القوات المنتشرة ميدانيا في محيط اللجان الانتخابية لعملية التأمين. بنتابع الحدث لحظة بلحظة، بيتبلغ لغرفة العمليات هنا بأي موقف أمني أو أي حاجة بتقطع عوق العملية الانتخابية، حتى فيما يتعلق بالدعم اللوجستي، بعض المطبوعات، بعض التجهيزات. بنكلف العضو المختص من الجهة المسؤولة عن تلافي الملحوظة الخاصة بالبلاغ، وبنوجه مجموعة تتلافى الخطأ. أيضا على الجانب الإنساني، في بعض المواطنين بيبقى عنده ما يحول دون أن هو يتوجه بمعرفته للجنة، سواء لظروف تتعلق بكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بعض الاعتبارات الأخرى الإنسانية. احنا هنا مجهزين مجموعة عمل بسيارة خاصة مجهزة ومندوبين علاقات عامة، بيتوجهوا للمواطن في بيته، بيصطحبوه، يؤدي دوره الانتخابي. برضو في كل لجنة من اللجان مجهزين كرسي متحرك وأفراد للمعاونة وعناصر نسائية لتقديم المعاونة والترحاب والمساعدة لكل كبار السن والمرضى عشان يوصلوا ويؤدوا دورهم الانتخابي بيسر. طبعا في حدوث حالة اشتباكات أو أزمات زي الأحداث اللي حصلت تقريبا امبارح في كرداسة والبدرشين، كيف تم التعامل معها؟ هو البلاغات مش زي ما حضرتك تصورت إعلاميا، الأمور بتبقى تحت السيطرة أكتر من كده. إحنا قواتنا موجودة ومنتشرة في محيط اللجان الانتخابية، بتسيطر على الحدث منذ بدايته، ومحصلة أو نتيجة لوجود القوات وانتشارها في محيط اللجان الانتخابية بيتم ضبط الفاعلين أو اللي بيثيروا الشغب في محيط اللجان الانتخابية، وبيتم تقديمهم للنيابة والنيابة خدت قرارات بشأنهم. في نوع آخر من المضايقات أو من الخروقات الانتخابية، بعض الدعاية الانتخابية الغير مصرح بها في محيط اللجان، بعض محاولات التأثير على الناخبين في محيط اللجان، ودي كلها بيتم رصدها من خلال الخدمات السرية المنتشرة في محيط اللجان وفي محيطها على أبعاد كبيرة منها، وبيتم تحرير مذكرات بالوقائع دي وبيتم عرضها على الإخوة القضاة والمستشارين المشرفين واللجنة العامة المنظمة للانتخابات. بعد اغلاق الصناديق وانتهاء التصويت بيبقى ايه مهم بعد كده غرفة العمليات بعد كده؟ غرفة العمليات مستمرة على مدار ال 24 ساعة. العملية الانتخابية مش مجرد الصناديق والبتاع، احنا بنبدأ منذ الإعلان عن بداية العملية الانتخابية كنا مكلفين بتأمين المسيرات ومظاهر الدعاية الانتخابية، المؤتمرات الانتخابية، اللقاءات الجماهيرية، عملية الدعاية والخلافات اللي قد تحدث على خلفية انتخابية أو مشاجرات أو وقائع صقر قديمة أو خصومات سائرية أو خلافات عصبية قديمة قد تتجدد على خلفية الانتخابات. كل الأمور دي بتبقى تحت التجهيز والاستعداد وبنبقى متحسبين ليها، وبتبقى في غرفة عمليات بتتابعها منذ بداية الاستعداد للعملية الانتخابية. أيضا على مدار اليوم في العملية الانتخابية بعد ما بيخلص التصويت في اللجان بنعين الخدمات اللازمة لتأمين المقر الانتخابية للمحافظة على الصناديق في المكان اللي بتحافظ عليها السيد المستشار، والمحافظة على مقر اللجنة الانتخابية على مدار الليل لغاية ما يكون جاهز الصبح لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، خشية أن حد يعني يحاول أن يدس فيه شيء أو يحاول يوجد فيه أي مشكلة تعطل سير العملية الانتخابية تاني يوم.
وفي الامور دي كلها احنا بنستمر عن ضل 24 ساعه ايضا بعد اثناء الفرز بعد انتهاء العمليه الانتخابيه ولحين اعلان النتائج ومراعاه الاعتبارات المتعلقه بتقبل النتيجه والتداعيات الامنيه اللي قد تحدث بين الاشخاص المتنافسين. كل دي امور بتبقى تحت الحسبان ومستعدين ليها وجاهزين ليها، وغرفه العمليات منعقده حتى بعد المراحل دي لغايه ما تتم العمليه بخير. هل يا فندم كان في حاله بعينها كانت مسار ازمه او كانت يعني تم تداركها بس كانت مؤثره خلال العمليه الاولى او لا؟ من النواحي الامنيه ما اقدرش اقول لك ان كانت في حاجه امنيه يعني ذات اثر يعني، لكن كلها امور بتتم في محاولات يعني بتتم خلسة على بعد من اللجان في محاوله التاثير على الناخبين، ودي بيتم رصدها وتم تقديمها في حينه للهيئات القضائيه. على الجانب الإنساني في أكتر من حالة وتم توجيه مندوبين ليهم واصطحبوهم من مساكنهم وراحوا أدلوا بأصواتهم، يعني أمور كانت جيدة للغاية الحقيقة. المهم بنشكر حضرتك فندم. شكرا فندم، متشكرين. شكرا.